السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الاثنين 27 من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة، الموافق 26 من ديسمبر لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. تقدم المهندس محمود هيبة عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن قرار رئيس الوزراء باستبعاد إدارة الحجر الزراعي من عمليات فحص واردات بعض المحاصيل من الخارج وإسناد عملية الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات. وأوضح هيبة أن هذا القرار مخالف للقانون، مؤكدا أن إدارة الحجر الزراعي هي الجهة المنوطة بالرقابة على الصادرات والواردات من المحاصيل الزراعية. التقى النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية لمناقشة المشاكل الخاصة بالدائرة. التقى النائب أحمد الشريف الدكتور محمود الكسباني رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة لتقديم عدد من الطلبات الخاصة بالمرضى للنظر في حالتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم. نظمت أمانة حزب النور بدائرة الرمل بالإسكندرية دورة تثقيفية في الاقتصاد والعلوم السياسية، حاضر فيها المهندس أحمد الشحات عضو الهيئة العليا لحزب النور في إطار خطة التثقيف السياسي لأعضاء الحزب. لقي عدد من النازحين السوريين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب مصرعهم في مناطق نزوحهم بريف حلب وإدلب بسبب البرد القارس والعاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة منذ أيام. اقتحم 10 مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي و65 مستوطنا يهوديا اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 4 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة. رفض الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أقوال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن حائط البراق ليس محتلا. وقال الشيخ صبري لوكالة الأناضول: حائط البراق هو جزء من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك ولا يمكن للمسلمين أن يتنازلوا عنه. قال العميد عبد مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني إن المئات من الضباط والقوات الخاصة بحرس المخلوع صالح انشقوا عنه والتحقوا بالجيش الوطني في مأرب بينهم قيادات كبيرة. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: الاثنين نعارض أي قوات طائفية على أرض العراق وحريصون على عروبة العراق. وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة أن الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة، مؤكدا أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون. أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية مقتل الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري بعد تعرض مركز حدودي لإطلاق نار من عناصر حوثية. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بمشاركته تنظيم القاعدة الإرهابية في مخططاته لقتل أحد الأشخاص المستأمنين داخل البلاد ومشاركة المتهم لتنظيم القاعدة في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ ومشاركته التنظيم أيضا في تفجير مصفات بقيق. وقرر ناظر القضية بالإجماع قتل المدعى عليه تعزيرا على ما ثبت بحقه. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في الاستيراد والتصدير ومجال التعليم الفني والاشتراك في المعارض ومجال التعاون التجاري وتعاون فني اقتصادي وتفاهم في مجال الصحة والدواء وتفاهم بين هيئة قناة السويس والموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي. استدعى رئيس وزراء الكيان الصهيوني أمس السفير المصري لدى تل أبيب حازم خيرت وممثل الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الأخلاق متوافرة بالمجتمع المصري بشكل واضح للجميع بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض، مضيفا أن العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، مشددا على أن التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع، فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي تم إخراجها من بعض الأشخاص فقط بلغت عام 1997 17 مليار جنيه.
ألزمت المحكمة الإدارية العليا الحكومة بفسخ التعاقدات الخاصة بتأجير الفدان بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس بإجمالي 28 ألف جنيه خلال 5 سنوات لعدم اتباع الإجراءات المقررة في قانون المزايرات والمناقصات. أعلنت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ضبط وتحريز 400 ألف إبرة تخدير عمود فقري منتهية الصلاحية ويتم إعادة تدويرها للاستخدام و338 جهاز يحتوي على شرائط قياس سكر منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن الضبط جاء بالتعاون مع مباحث التموين حيث تم تحريز عدد من الأدوية والمحاليل والمستلزمات التي تستخدم لإعادة تدوير الحقن منتهية الصلاحية بمخازن غير مرخصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرا لمستخدمي المحمول في مصر من معاودة الاتصال بالأرقام الدولية الغريبة لعدم التعرض إلى النصب. تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على استيراد 55 ألف طن سكر أبيض مستورد من البرازيل. أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن الوزارة ستفعل اليوم شهادات الشفاء التام من فيروس سي في مراكز الكبد على أن يحصل عليها المريض بشكل سريع وخلال 48 ساعة. أكد الدكتور أحمد حسن عبد العزيز رئيس قسم الأورام في مؤسسة بهية المتخصصة في علاج أورام الثدي أن الدعم النفسي لمرضى سرطان الثدي الذي يصيب واحدة من كل 8 سيدات في مصر يمثل خطوة على طريق النجاة من براثن هذا المرض الخطير الذي يسبب الوفاة بمعدلات كبيرة إذا رفضت المريضة تلقي العلاج أو في حالة التأخر في بدء العلاج. وقع الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور حسن ندير خير الله رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين معهد اللغات التطبيقية والترجمة بكلية الأداب جامعة الإسكندرية وكلية اللغات التطبيقية بالجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بهدف تفعيل أشكال التعاون الثقافي والعلمي في مجالات الاهتمام المشتركة لدى الجانبين. أعلن المهندس عبد المطلب عمارة المشرف على تطوير المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان وصول المياه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي 1 يناير المقبل، موضحا أن الخط يربط محطة مياه العاشر من رمضان بالمشروع عبر خط تصل طاقته الإنتاجية ل 100 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن تكلفة الخط بلغت 500 مليون جنيه. حصل الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب ورئيس مؤسسة الكبد المصري على لقب شخصية العام في الاستفتاء الذي أجراه برنامج معكم منى الشاذلي على فضائية سي بي سي لأفضل شخصية عامة لعام 2016. وكشف فريق عمل البرنامج أن الدكتور جمال شيحة اكتسح الاستفتاء الميداني وهو ما يؤكد أن مشروعه في القضاء على فيروس سي له أثر ملموس على أرض الواقع وفي نفوس المصريين. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي المحاضرة 30 من سلسلة تفسير سورة غافر وسؤال القبر وعذابه ونعيمه من سلسلة باب الجنائز من فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي. المرأة والحجاب الشيخ محمود عبد الحميد. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 3 من سلسلة القول المفيد. والتماس الخطيب رضا الغير من سلسلة الشامل في فقه الخطيب الشيخ سعيد محمود. المحاضرة 75 من سلسلة تفسير سورة البقرة ووفاة رقية وزواج أم كلثوم بعثمان رضي الله عنهم من سلسلة روضة الأنوار الشيخ إيهاب الشريف. جحد الأسماء وحكم الرقى من سلسلة فضل الغني الحميد الشيخ هيثم توفيق رحمه الله. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي صفحات من ذاكرة التاريخ 6 الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الأسباب والنتائج وبشائر من الهزائم 5 كتبه زين العابدين كامل. أحكام الإمامة من تشجير فقه الصلاة من منار السبيل أعده محمد سرحان. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي كيف يصحح بيع الصرف إذا تم بالتقسيط دون تقابض في المجلس. إذا كان يسافر في مناطق صحراوية مدة 3 أشهر فهل له قصر الصلاة طوال هذه المدة؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.